بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. و يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد النبي ورسوله. أما بعد، هذه وحدة المدخل إلى علم القراءات القرآنية المخصصة للبرنامج التكويني لطلبة الفصل الثالث من مسلك الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، وهي مادة تدخل ضمن المواد الأساسية التي يتعرف الطالب من خلالها على أهم الأصول والقواعد التي تعينه لفهم كيفية التعامل مع نص القرآن كنص معجز له خصوصيته وله أدواته وقواعده الخاصة. وبالتالي فالقراءة القرآنية تمثل جانبا مهما من المعلومات والمعارف والأدوات التي تمكن الطالب من قراءة هذا النص المعجز قراءة صحيحة سليمة من اللحن ومن الخطأ ومن التحريف. وفي هذا الفصل سنمزج بين شقين وجانبين، جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب النظري سنحاول من خلاله إن شاء الله تعالى إعطاء معلومات كافية حول يعني حقيقة هذا العلم وكيفية نشأته وكيفية وضع قواعده وأصوله ومراحل تطور التأليف فيه، ثم تعريف الطالب على مجموعة من المصطلحات المنهجية التي تمكنه من فهم المادة والتي يكثر دورانها في كتب العلماء في هذا الفن. فكل هذه القضايا والمسائل سيتلقاها الطالب في جانبه أو في الجانب النظري. الجانب التطبيقي بحول الله تعالى سنحاول كذلك من خلاله يعني تمكين الطالب من معرفة كيفية تدبير الاختلاف الحاصل بين مختلف الأوجه والروايات في القراءات القرآنية. يعني كما تعلمون القرآن نزل بلغة معجزة، لسان عربي مبين، وكتبه الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية يعني تستوعب كل أوجه الأداء التي قرأ بها هذا القرآن أو نزل بها هذا القرآن. وبالتالي فمعرفة الأصول والضوابط والقواعد لكل قراءة ولكل رواية مهم جدا في هذه المرحلة. فسنعمل إن شاء الله تعالى على تطبيق القراءات الواردة في رواية حرمي، وهذا مصطلح مغربي، يعني المغاربة لهم عناية خاصة بعلم القراءات القرآنية، وأبدع العلماء في وضع مناهج تعليمية متطورة في زمانها، يعني تقولون في زمانها في القرن الخامس والقرن الرابع والقرن السادس وما إلى ذلك من القرون المتقدمة، إنهم وضعوا منهجا متكاملا يستطيع الطالب من خلاله أن يستوعب كل المعارف المتعلقة بهذا العلم، علم القراءة القرآنية. وبالتالي ففي هذه المرحلة إن شاء الله تعالى، رغم أن الوقت ضيق والحصص المخصصة لهذه المادة محدودة، ولكن سنحاول إن شاء الله تعالى أن نمكن الطالب من مجموعة من يعني الأصول والأحكام والقواعد التي تمكنه من ضبط الأداء وكيفية نطق الكلمات القرآنية بمختلف أوجه أدائها كما هو مثبت ومسطر في كتب هذا العلم. إذن فالمادة لها شقين، شق نظري وشق تطبيقي. نبدأ إن شاء الله تعالى بالشق النظري، وهو المتعلق بتعريف هذا العلم. علم القراءات له تعاريف عديدة عند 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 العلماء، ومن أهم هذه التعاريف وهو
يعني التعريف الذي ذكره الإمام يعني الزركشي في كتابه البرهان في تعريف في علوم القرآن، يقول: علم يعرف به كيفية النطق بكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا أو اختلافا مع عزو كل وجه إلى لناقله. وعرفه ابن الجزري كذلك في كتابه النشر بكونه علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع عزو لناقله. إذن فبين التعريفين لا توجد فرق كثيرة، بمعنى أن القراءات هي الكيفية التي ينبغي أن يؤدي بها المسلم العالم القرآن الكريم على الوجه الذي أداه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عنه الصحابة أو قريبا منه، حتى لا نكون متشددين ونكون يعني مضيقين على الناس. لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا تضايع قراءة أنها تلقى مباشرة عن جبريل عليه السلام، وبالتالي يعني المسلم ملزم بأن، خاصة الذي يشتغل بالقرآن حفظا ومدرسة وفهما وتدبرا وتفسيرا وما إلى ذلك، ملزم بأن يعرف هذه القواعد وهذه الأصول ليؤدي بها هذا النص أداء يعني متقنا خالي من اللحن ومن الخطأ، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذه في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فجعل حق تلاوة يعني جزء من الإيمان بهذا القرآن، يعني أنك إذا قرأته تقرأه على الوجه الصحيح الذي أداه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه بتلك الكيفية إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهم بدورهم يعني بلغوا ذلك إلى من بعدهم، والباقية سلسلة الأداء متواصلة إلى يومنا هذا. وهذا سنتكلم عنه، يعني كيف بلغنا هذا القرآن. إذن فعلم القراءات يهتم بجانب مهم، ربما يمكن أن نجزم بأن هذا العلم هو أول ما تلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الفقه وقبل يعني التفسير وقبل أسباب النزول وقبل الناسخ والمنسوخ وقبل المحكم المتشابه وقبل يعني من العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم، هذا العلم الأساس الذي تلقاه الصحابة، لأنه كيفية أدائه، كيفية النطق به، كيفية قراءته. وهذه محطة مهمة جدا في يعني تاريخ القرآن، لأنه نقل لنا بالأوجه الصحيحة السليمة من العبث، يعني أن القرآن لم يعبث به أحد، زاد فيه أو نقص منه أو غير من في من كلماته أو من معاني أو كذا هذا يعني منتفي بالكلية عن كتاب الله عز وجل. ولذلك الأصوليين حينما يعرفون القرآن يقولون: القرآن يعني من حيث يعني الظنية ومن حيث يعني اليقين، يعني بمعنى أنه من حيث ثبوته يقيني القرآن، يعني قطعي، هكذا يقولون: القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة. قطعي الثبوت أي من حيث مصدره الذي بلغنا به وهو التواتر والسند المتصل إلى رسول الله ومن ثم إلى جبريل عليه السلام. ظني الدلالة من حيث الفهم ومن حيث الاجتهاد في استنباط المعاني منه، هذا مفتوح لكل البشر. لكن من جهة أداء نطقه وألفاظه والنطق بألفاظه، هذا مقيد بمعرفة الأصول والقواعد والضوابط المحققة لهذه الغاية. ولهذا القارئ للقرآن المتقن له يسمى حاذقا. الحاذق يعني هو الذي بلغ مرتبة عالية في طرق أو في معرفة طرق أداء القرآن، وليس في نطق العربية، لأن كلام العربي نعم منه ما هو فصيح ولكنه لا يبلغ فصاحة القرآن. وفصاحة القرآن يسرها الله تعالى لكل الناس: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا تعلم الإنسان هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول يستطيع أن ينطق بألفاظ القرآن
يعني نطقا صحيحا، وبالتالي يصير له في لسانه وفي كلامه جزء من الفصاحة المبينة للمعاني. لأن الفصاحة ما هي؟ أن يفهم منك السامع ما تقول، يعني بكلام موزون مرتب ترتيبا محكما، فإذا تكلمت فهم مرادك، فتكون بذلك فصيحا، أي كلامك بين واضح الدلالة، واضح المعاني، غير مبهم بلغة مستشكلة أو بكلمات أو بعبارات لقد لا يفهمها يعني السامع بسهولة. وهذا من خصائص القرآن، أي أن عطاء القرآن يعني يكون بحسب قدرة القارئ على ضبط كلماته وضبط ألفاظه. فإذا كان يقرأه قراءة جيدة كان فهمه كذلك بمستوى الجودة التي يقرأه بها، وإذا كان يقرأه بطريقة رديئة كانت كذلك يعني فهمه بشكل رديء كما هو كما هي قراءته. إذا فعلم القراءات ومن العلوم الضرورية والأساسية لطلبة العلم خاصة في مسلك الدراسات الإسلامية، حيث أنهم يتمكنون، وهذه من المخرجات التي نهدف إليها من خلال هذا الدرس، وهو تمكينهم من التعامل مع النص القرآني تعاملا صحيحا سليما من اللحن ومن الخطأ ومن يعني الخروج باللفظ من معناه. يعني أحيانا إذا نطقت الكلمة على غير وجهها الصحيح يتغير معناها، وبالتالي تتغير دلالتها في سياقها الذي وردت فيه، فيكون ذلك ليس قرآنا، ليس يعني كتابا وحيا أنزله الله تعالى على الناس. وكذلك قيل في تعريف القراءات القرآنية هي مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم، وهذا كذلك له يعني وجهته، هذا التعريف له وجهته. لماذا؟ لأن اختلاف القراءات ومذاهب في النطق، منهم من يقرأ الإمالة، ومنهم من يقرأ الفاتح، منهم من يقرأ المد، منهم من يقرأ بالقصر، منهم من يقرأ بالإدغام، منهم من يقرأ بالإظهار، منهم من يقرأ بالإشمام، ومنهم من لا يقرأ به، وغير ذلك من الأحكام، منهم من يفتح ياء الإضافة، ومنهم من لا يفتحها، ومنهم من يحذف الياء الزائدة، ومنهم من لا يحذفها، وهكذا. بمعنى أن هناك أحكام كثيرة في القراءات القرآنية، يعني ذهب فيها العلماء مذاهب في النطق، وهذا ليس ابتداعا وليس اختراعا من العلماء، وإنما هو بحسب ما بلغهم أو بحسب ما وصل إليهم بالطرق الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأوا به كل بحسب يعني مبلغه من العلم. وكذلك يعني هذه المذاهب هي بحسب ما ذهب إليه كل إمام من أئمة القراءة أو من أئمة القراء مذهبا يخالف غيره مع اتفاق روايات والطرق. يعني بمعنى أن الروايات، وهذه المصطلح سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، يعني أن 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 أن, أن المراتب الأخذ يعني متدرجة أو بمعنى آخر متسلسلة، يعني لا بد من معرفة الأصل والفرعي يعني الطريق الموصل إلى ذلك الفرع، ثم الوجه الذي يختاره العلماء في كل مصر لوجه من تلك الوجوه الكثيرة التي تروى بها القراءة القرآنية. فلذلك حينما نقرأ القرآن اليوم، سواء بهذه الرواية التي كما هنا في المغرب مثلا، حينما نقرأ القرآن نحن نقرأه برواية ورشين عن الإمام نافع من طريق الأزرق بأوجه متفق عليها كما في الدرر اللوامع وكما في الشاطبية وكما في التيسير وغيره من الكتب. إذن فحينما نقرأ نحن القرآن أو حينما يقرأ أهل القرآن القرآن، فهم يقرؤونه بكيفية معلومة مضبوطة ليست يعني اجتهادا، حل ولله المثل الأعلى. ولكن نضرب بعض الأمثلة، يعني طبيب إذا أراد أن يشتغل بهذه المهنة لا بد أن يعرف خصوصيتها، ويقرأ في مؤسسات أو في كليات تهتم بتكوين الطالب في هذا الجانب الطبي والصيدلي وما إلى ذلك، كذلك المهندس، كذلك الحرفيين. إذا أراد أن يأخذ حرفة لا بد أن يأخذها بأصولها وقواعدها، ويعرف يعني تفاصيلها وجزئيتها، فإذا اشتغل بها يشتغل بها
وهو مطمئن ولا يعيب عليه الآخر كيفية الشغال لأنهم متفقون في المعرفة. كذلك في القرآن، القرآن حينما يقرأه القراء وطلبة العلم والفقهاء ويعني أهل المشتغلون به فهم يقرأونه بالكيفية السليمة الصحيحة، فلا يمكن لأحد أن يعيب عليه طريقته في الأداء لأنها مبنية على أصول معلومة معروفة بينهم. فإن من أراد أن يطعن في كيفية أدائه عليه أن يتعلم يعني هذه الكيفية من مصادرها ثم يعلق عليها بشكل أو بآخر. فإذا فهذا العلم هذا الفن له كما نقول رجالاته وله علماؤه وله المتخصصين فيه الذين صرفوا يعني أوقات طويلة من أعمارهم لإتقانه وضبطه ويعني إحكام معرفته. فلذلك إذا تكلموا فيه سمع لهم أو أخذ كلامهم مأخذ الجد والاعتبار. لذلك القرآن لا يتكلم فيه إلا عالم، وإذا تكلم فيه الجاهل ينبغي أن ينبه وأن يعلم الحق الذي يخوض فيه، وهذا دور العلماء ودور المؤسسات المعنية بهذا الأمر، بحيث لا يمكن العبث بالنص القرآني لأنه نص يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فمن استعمله في هذه المهمة فقد حاز الفضل والشرف ونال الحظوة في الدنيا والآخرة. حينما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني هذه الحكمة أو هذا الوعد الرباني من يستعمله الله تعالى فيه هم خيار الأمة في كل عصر. فمن وفق للعناية بالقرآن قراءة وحفظا وتعلما وتعليما ومدارسة وتفسيرا وتدبرا واجتهادا، كل من يتعامل مع نص القرآن فهو في الحقيقة يشتغل على حفظه وتوريثه للأجيال اللاحقة بأمانة وصدق وحق. فلذلك الاشتغال بهذا المجال هو اشتغال في الحقيقة بخير ما يمكن أن يشغل به الإنسان حياته في الوجود، وهو كلام الله عز وجل، وهو الذي سنلقاه به غدا يوم القيامة. فهناك عمل دنيوي وله تبعات أخروية، إذا كنت صادقا جوزيت، وإذا كنت كاذبا منكرا أو مضللا عوقبت. لذلك الإخلاص في هذا الباب لازم، والصدق واجب، والاجتهاد بصدق وبمحبة كذلك مما يورث صاحبه يعني العلم والمعرفة الربانية، يعني تقول الربانية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفق. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، كلما كانت فيك تقوى وكان فيك صدق وكان فيك محبة وكان فيك إخلاص إلا وزكى الله تعالى بركة العلم في قلبك وفي عقلك وفي نفسك. وقبل الناس منك ذلك، قبل الناس منك ذلك واستحسنون، فيكون ذلك من علامات القبول عند الله. هذه لا بد أن يعرفها طلبة العلم. هذا المجال الذي تشتغلون فيه هو مجال في جانب دنيوي، ولكن في جانب آخر يعني يتعلق بإيمانك وبعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى، فكلما كنت مخلصا فيها كان ذلك أنفع لك. نعم، مذاهب النطق بالكلمة القرآنية له مسميات عند علماء القراءة، يعني هذه الكيفية التي ننطق بها القراءة أو ننطق بها القرآن يعني يأخذه الطالب بتدرج. فهناك عندنا مسمى أو مصطلح القراءة ومصطلح الرواية ومصطلح الطريق مصطلح الوجه. فما معنى هذه المصطلحات وما دلالتها وما أهميتها؟ أولا القراءة وهي ما نسب إلى أحد أئمة القراءات السبع أو العشر إذا اتفقت الروايات والطرق عليه، نقول هذا إمام
قارئ كالإمام نافع مثلا من أبي نافع المدني، هذا إمام قارئ لأنه اجتمعت لديه روايات وطرق عن الصحابة وعن التابعين الذين قرأ عليهم أو يعني التابعين الصحابة الذين علموهم، اجتمعت لديه من الطرق ومن الروايات ما كان يستطيع به أن يقرئ أي حد بما شاء. هذا الإمام نافع كانت عنده تقريبا 70 طريقة في قراءة القرآن. فالرواة الذين رووا عنه رووا وجها شاروا بها كل في بلده الذي انتقل إليه، الرواة لا يجمعون في بلد واحد، يأخذون عن الشيخ ثم ينطلقون إلى بلدانهم يعلمون الناس ما تعلموا، وهذا هو شأن القرآن. القرآن يعني لم يبقى مستقرا في مكة أو المدينة التي نزل بها، وإنما انتقل إلى الأمصار وإلى البلاد وإلى الحضارات الأخرى. كل يقرأ بما سمع وبما تعلم عن الجيل الأول ثم الجيل الثاني ثم الثالث ثم وهكذا إلى عصرنا اليوم. إذن فما يؤخذ عن القارئ يسمى يعني قراءة، يعني الإمام القارئ يسمى قراءة. والذين يروون عنه تلاميذ الذين يروون عنه تسمى قراءتهم رواية، أي أخذوه عن أصل وهو القارئ الإمام. والذي يقرأ بمضمن تلك الرواية يسمى طريقا، يعتبر طريقا. فمثلا اليوم نحن في المغرب نقرأ برواية ورش عن الإمام نافع، القارئ ديال ورش كن هو نافع بطريق من طريق الأزرق. الأزرق من هو؟ تلميذ ورش. ولكن كل عالم علم القرآن بهذه الكيفية يسمى طريقا، ولهذا نقول الطريق وإن نزل، إن نزل أي تعاقب على الأزمنة والعصور إلى الزمن الذي يؤخذ فيه القرآن. نحن دابا الآن في القرن 21، فالعلماء والأساتذة والشيوخ والمعلمين والمدررين والفقهاء الذين يعلمون الصبية القرآن أو يعلمون الكبار والصغار القرآن هم طريق لهم في تلك الرواية التي يعلمونها، هي ممتدة عبر الأزمنة بهؤلاء الأشخاص وهؤلاء يعني العلماء المتفرغين لهذه المهمة ولهذا الجانب. كذلك الوجه، هذا مصطلح كذلك يدخل في معرفة مذاهب القراء. ما هو الوجه؟ الوجه وهو ما استقر عليه أهل كل بلد من يعني من أصول أو قواعد يقرؤون بها. فمثلا عندنا نحن هنا في المغرب في رواية ورشين عن النافع بن طارق الأزرق نقرأ بأوجه مخصوصة كمد البدل مثلا. مد البدل ورش روى عن نافع ثلاث أوجه، القصر والتوسط والإشباع. في المغاربة علماؤهم وشيوخهم وشيوخ الإخرى عندهم منذ زمان قالوا على أن المشهور والمأخوذ به عندنا هو التوسط في مد البدل. إذن فنأخذ بهذا الوجه ونقرأ به في قراءتنا للقرآن، فيصير معهودا ومعروفا ومعلوما لدى المشتغلين بهذا المثال. كذلك إذا قرأنا بقانون له وجهان في مد منفصل، يقرأه بالقصر ويقرأه بالتوسط على مرتبته في مد. فإذا قرأناه بالقصر فهذا وجه اختاره المغاربة مقدم عندنا، والقارئ مخير إذا قرأ بوجه آخر لا يعاب عليه لأنه كذلك مروي وصحيح وثابت التواتر. فلذلك يعني في هذا الباب لا بد من يعني من إحكام هذه يعني هذه المصطلحات وضبطها، لأنها يكثر دورانها ويكثر ذكرها في كتب القراءات القرآنية. فإذا كان الإنسان جاهل بها يعني يصير عنده خط بين في المفاهيم وخط في المعارف وخط في هذا، فربما قد يقرأ القارئ بوجه اختاره وهو مذكور في 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 كتب الفن فيمكن عليه أخر يقول لا ليس هذا قرآن، لا
في هذا الباب لا بد أن ينطلق الإنسان من معرفة محققة مدققة، وأن يكون له اطلاع. وأن يكون مرة يعني أحكي هذه على سبيل التمثيل، في صلاة التراويح في رمضان يعني الإمام الذي كان يؤم الناس كان يقرأ بطارق الأصبهاني، هو غير طارق الأزرق برواية زوج، هو طارق المروي في 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 هو طارق المشارق أو طارق المغارب. فكان أحد المصلين بجانبه رجل كبير يعني طعن في السن، يعني كلما يعني قارئ بوجهه يخالف ما هو معهود عنده ما هو قارئ به كان يضرب عليه بيده، كلما يعني قرأ يضرب بيده. وأنا يعني استوقفني ذلك يعني لأن أعرف أنا بماذا يقرأ القارئ. فلما سلم الإمام التفت إلى الرجل قلت له لعلك تعتقد أنه يقرأ بخطأ، قال لي نعم وهذا ليس قرآن كذا وكذا، لا تحتج مسكين. طيب من عندما انت يوم الصلاة إن شاء الله تعالى سأشرح لك وأبين لك هذا. فهذا قليلا. وفعلا من هنا التراويح أخذته بيده وذهبت به عند الإمام في المقصورة، قلت للإمام بماذا كنت تقرأ في صلاتك؟ أنا كنت أقرأ بالإصبهاني كذا. قلت هذه طريق من الطرق التي يقرأ بها المشارق ويقرأ بها المغرب، وهذا الرجل أزعجته في صلاته حينما كنت تقرأ بتلك الطريقة وهو قرأ وربما حافظ. قال يا نعم أنا حفظت وقريت وعلمت عدد ملايين من الناس تعلموا علي يدي، مبالغة ملايين مبالغة، ولكنه قال هكذا. فالمهم فقلت له إذا قرأت مرة أخرى في المحراب اقرأ بما هو معروف ومعهود عند الناس حتى لا تفتنه في صلاته، ربما أنت متقن لهذه الرواية وهذا الطريق لا بأس، ولكن من يصلي وراءك لا يعرفها، فإذا قرأت فقرأ بما يعلمه الناس وما يعرفونه حتى يصلون باطمئنان وبهدوء، فلا ينفعلون ولا يحدث لهم ما يحدث فعلا إذا أخطأ الإنسان في القرآن. وكان الناس حافظين تلك الصورة ولا تلك الآية التي يقرأ بها الإمام راه المسجد كله يصحح لها، إحنا المغاربة معروفين هذا يعني تحافظ شي حاجة وخطأ فيها يعني القارئ راه مجرد ما تخطأ تصحح ليه محبة ودفاعا عن النص القرآني، لا أقبل من يخطئ في القرآن أماما. فما بالك بمن لا يعرف هذه الأصول وهذه الطرق وهذه الروايات، فهو عليه أن يسمع أو أن تسمعه القرآن كما تعود أن يسمعه بدون يعني تزويق ولا تنميق ولا كذا، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى بأي وجه قرأته به، المهم أن يكون وجها مألوفا عند الناس. فالمغاربة عندهم ثوابت، ومن ضمن الثوابت الدينية عند المغاربة هي القراءة برواية ورشيد من طريق الأزرق عن الإمام نافع. فالذي يأتي إلى المحراب عليه أن يلتزم بهذا الأصل وبهذا الثابت، وهذا مما هو مشاهد، ربما بعضكم يعرف هذا وشاهد ذلك وعرفه. يعني مما يتعلق ب القراءات القرآنية وهو حديث الأحرف السبعة. في الحقيقة هذا الأمر أردت أن أجعله مقدمة ضمن تقديم هذه المادة. لماذا؟ لأن هذا الحديث شغل الناس زمنا طويلا، ويعني يطرح السؤال دائما هل القراءات السبع هي الأحرف السبع؟ أو هل هناك علاقة بين القراءات السبع والحروف السبع؟ هل هؤلاء القراء السبعة هم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تتناسل كلما طرقنا هذا الحديث وهذا الباب. أولا لا بد من يعني تحقيق القول في هذا الحديث النبوي الشريف، هو من أعلى درجات التواتر يعني بلغة يعني درجة عالية من التواتر. بعض الباحثين والدارسين الذين اشتغلوا بالحديث يعني أوصلوا إلى 40 رواية أو 40 طريق روية بهذا الحديث وكلها صحيحة، بمعنى أنه حديث متواتر في أعلى مراتب التواتر. ولكن هل هو أصل في تلقي علم القراءات؟ هذا إشكال وسؤال لم يجاب عنه إلى اليوم. كل عالم يدرس هذا الحديث ويتأمله
ويقلب النظر فيه، يعني يقول قولا من الأقوال التي قيلت، اختار قولا من الأقوال التي قيلت. إذن فالحديث حديث أحرف السبعة، وهو يعني حديث مشهور ومروي به روايات متعددة، منها ما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وزاد مسلم قال: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة أحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال أو حرام. يعني هذا قول، هذا حديث بهذه الرواية، وورد بسياق أخرى، بسياق أخرى منها يعني الحديث الذي رواه النسائي في سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل وميكائيل عليهم السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد. وقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف، فكل شاف كاف. وهناك روايات أخرى، من حديث قصة حاكم بن هشام أو هشام بن حاكم عفوا مع عمر بن الخطاب، حينما سمعه عمر يقرأ في صلاته بسورة الفرقان، فسمعه يقرأ بأوجه لم يقرأها عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني تلبث به حتى انتهى من صلاته، فأخذه من تلابيبه ودفعه إلى رسول الله، يعني ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فقال: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان بأحرف لم تقرئنيها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام فقال: هكذا أنزل. وقرأ عمر فقال: هكذا أنزل. ثم قال صلى الله عليه وسلم رفعا للخلاف والإشكال، قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا بما تيسر منه. إذن فهذا الحديث السياق الذي ورد فيه والظروف التي قيل فيها يعني كلها تدل على أنه جاء من أجل أو قيل من أجل التيسير على الأمة ورفع المشقة عنهم في قراءتهم القرآن في زمن النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن نزول الوحي لم يكن يشق على الناس، ولكن لم يكن يشدد عليهم، وكان يهون عليهم الأمر وييسر لهم الأمر كلما استطاع إلى ذلك سبيل. ومبدأ التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة أصل أصيل في 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 الشريعة الإسلامية، يعني التيسير ورفع المشقة أصل أصيل في كل الأحكام وفي كل القضايا الشرعية، يعني المبدأ فيها والأصل فيها هو التيسير ورفع المشقة ودفعها. فلهذا هذا الحديث ينبغي أن نفهم في هذا السياق، وستكون لنا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة وقفة مطولة عن الفوائد المستفادة من هذا الحديث، وعن أقوال العلماء فيه، وعن الرأي المختار الذي تطمئن إليه النفس ويميل إليه العقل والمنطق بقراءة هذا الحديث. نكتفي بهذا إن شاء الله في حصة اليوم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء قادم حول الله.